رامي احكي مليح. هذا البرنامج برعاية رامي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الأكارم في برنامج رمضان والناس. اخترنا لكم اليوم موضوع طيب وجميل يخص الواقع المجتمع الجزائري، وهو الرفق بالحيوان. تابعوا معنا هذا الفيلم القصير ثم نعود بكم. جوزوا الوقت شوية أيه، تاكلي الدجاج، تاكلي الدجاج، تاكلي الفيونداشي، تاكلي اللحم، تاكلي الباتي، تاكلي سباغيتي. الله غندخلو نقراجو، شوفوا الحكايات هادو ديبيل هادو. تاكلي الدجاج. لا إله إلا الله محمد رسول الله، تاكلي الدجاج. 700,000 فيو، سبحان الله، وناس عجبها الحال والدنيا. شيخي يعدف ثعلب، حول ولا قوة الا بالله. الوقت اللي لحقنا ليه ما فهمتش، الى هذا الشيخ اللي ما راهوش نورمال، ولا احنا لنا نشوفوا ما راهوش نورمال. عندها سمانة رماو حمار من الجبل، حرقوا واحد اخر، اليوم تاكلي الدجاج. لا اله الا الله محمد رسول الله، ربي يهدينا ان شاء الله. سبحان الله، مور تاكلي الدجاج، دوك العيد يا العيد وقرب. لا باغار دي موطون، لا باغار تاع الكباش، الدقان والدقات. هذا راميراس، رايس البحر، الفاقا العب، ايه حاطين نيميرو تاعهم. والله غير نعيط الواحد فيهم. استنى كوبي. والله السلام عليكم خويا، لاباس؟ صحة لاباس؟ والله الحمد لله خويا. شفتكم دوكا، شفت الكبش تاعك، شفتو في اليوتيوب، وحط النيميرو تاعك اون بليس، يجوز هكا في ليماج. شتو يدار ابو الدنيا، وشغل عيط لك باش او مكتوب للبيع باش نشوف شحال راك تبيع فيه. لا لا، باش نضارب به خويا، ما قمرش به. ولك تقمروا بهم ات ما يداقوت داكور، العيد تقمروا الكباش الدقان. صح، لا لا يا خويا، لا لا باش لا لا باش نذبحوا خو، باش نعيدوا به ان شاء الله. شحال خو؟ 200 مليون منك صح خو؟ لا لا مانيش على كروستك خواني، على الكبش. راك تطلع على الكبش 200 مليون با با با. انت عطاوك هادشي مسيمينك 200 مليون يا خويا. الله يجيب صوق، الله يرحم بالي يا خويا. عيط الميزون تاع الطونوبيلات، ماشي مشكل يا خويا، ربي يهدينا ويهديكم. السلام عليكم. صح، الوقت اللي لحقنا له الكبش 200 مليون باش تجيبو باش يداقو، وين انا لاحقين؟ يا ربي اهدينا واهديهم. والعيد هذا داروا ربي،
باش نتقربوا ليه، باش الناس تفرح، باش نتقربوا بيناتنا، باش نصدقوا، باش الناس تاكل، باش كلش فيه كلش. حنا الدقان، يا ربي اهدينا واهديها. عدنا بكم إخواننا الجزائريين وحبتنا المسلمين، أينما حللتم وارتحلتم، هنا برنامج رمضان والناس، الرفق بالحيوان. الله عز وجل إخواننا المسلمين الجزائريين، الله عز وجل جعل الرحمة، سبحان الله، يعني كان الله عز وجل الرحمة من صفات الله عز وجل، الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، لأنه الله عز وجل نسب صفة الرحمة إليه سبحانه وتعالى. وكان الله عز وجل وكان الله بكم رؤوفا رحيما، وكان الله عز وجل بكم رحيما، إن الله غفور رحيم. يعني جل الآيات التي وردت في القرآن الكريم والكثير منها ورد اسم الله عز وجل من أسماء الحسنى وصفاته العلى، اسم الرحمن الرحيم. الله عز وجل وده ورحمته سبقت كل شيء إخواننا الجزائريين. فمن الأدعية التي كان يدعوها الشيخ ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، كان يقول: اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء، ونحن أشياء من هذه الأشياء الموجودة فوق الأرض، فالتسعنا رحمتك. اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء، ونحن شيء من هذه الأشياء، فالتسعنا رحمتك. الله عز وجل رحيم بالعباد، الله عز وجل رحيم حتى بالحيوانات إخواننا الجزائريين، الله عز وجل رحيم بأطفالنا وأبنائنا الصغار. الله عز وجل، تخيلوا من رحمة الله عز وجل، وأن الله عز وجل جعل للحيوان مكانة في هذه الدنيا، أنه بسببه يهطل المطر، يرحمنا الله عز وجل. والبهائم الرتع كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والشيوخ الركع والصغار الرضع، يعني لما أمطرنا، فذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث البهائم الرتع، يعني الحيوانات، يعني لا ذنب لها، الإنسان يضع الذنب ويعصي الله عز وجل، والحيوان ما دخله في المسألة، ولكن الله عز وجل برأفة بالحيوان ينزل علينا المطر، لأن هذا الحيوان ليس له دخل، وجعله الله عز وجل، يعني الله عز وجل أتى بالحيوانات حتى يستفيد منها الإنسان من شحومها ولحومها وحلنا وترحالنا، خاصة في القديم الترحال على الإبل والبقر من أجل الحليب وكذا. سبحان الله، يعني كل الدواب جعل الله عز وجل لخدمة الإنسان، الرأفة بالحيوان. نشوفوا الجزائريين أو بعض الجزائريين يعذبوا الحيوانات يا جماعة، مثلا في العيد الأضحى مثلا يجعلوا يعني الكباش تتناطح فيما بيناتهم، مثلا الفيديوهات كثيرة منتشرة في صفحات وشبكات التواصل الاجتماعي. إذا تخيلوا يا جماعة الخير أنه الله عز وجل كان رؤوفا بعباده وبالحيوانات التي جعل الله عز وجل يعني خدمة لهذا العبد، هذا الإنسان. نرى في مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الفيديوهات الخاصة بتعذيب الحيوان، والله عز وجل أوصانا بالرحمة والرأفة بهذا الحيوان، لأنه فيه روح يا جماعة، كل شيء فيه روح. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن تعذيبه، فيديوهات نرى يسكبون على يفرغوا مثلا البنزين على احد الحيوانات، مثلا رفع الله قدركم على حمار او على قط او على كلب، رفع الله قدركم ويشعلوا يعني يشعلوا فيه النار ويخلوه. لا يعذب بالنار الا من خلق النار، ان الله عز وجل الذي خلق النار هو الذي يعذب بالنار، فما دخل العباد والبشر في هذا المجال؟ ويا جماعة الخير بالله عليكم، يعني كملتوا كامل أموركم وقضيتوا كامل صوالحكم يعني باش تلهوا بالحيوان، يعني تقضوا عليه بهذه الطريقة، فالله المستعان. فيديوهات خاصة، مثلا فيديو تاع الشيخ الذي الذئب اللي كلاله الجيش تاعه، يعني فيديو بسيط شيباني كبير، يعني يضرب في الحيوان بذيك، يعني قتل الحيوان يقول له والله العظيم يا جماعة. وهذا الفيديو عمل للأعمال الكثيرة في شبكات التواصل الاجتماعي، وكان أقوى الفيديوهات في انتشر بقوة، تأكل الجاج أو ما أدري، يعني هذا اللي رأنا في واقع، والله يا جماعة والله يندى الجبين. يعني تخيل رب السماوات والأراضين يأمرنا بأن نرأف بالحيوان، وتشوف احنا كوننا مسلمين جزائريين ولينا الآن حتى في شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي الفيديو اللي يدير أكبر نسبة مشاهدة هو تاع التمسخير،
تبهليل، أشياء لا تليق بالدين، لا تليق بمقام وأخلاق المسلمين. ربي يهدينا ويردنا إلى جدة الصواب، وربي يلطف بينا إن شاء الله. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. فربي يلطف بينا ويهدينا إلى جدة الصواب. حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يغزو في غزواته عند الحرب، عندما يقابل المشركين، تخيلوا كان يوصي أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، يقول لهم يا أصحابي يا أصدقائي، لابد عليكم عندما تخوضوا المعركة ألا تقتلوا الحيوان. تخيلوا كان ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجاوزوا عن الحيوانات، أنه يعني لا يقتلوا الحيوانات، يقتلوا من جاءوا لقتلهم. فيحاول الإنسان ألا تقطعوا شجرا، النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تقتلوا أسيرا، ألا تقتلوا طفلا أو شيخا كبيرا. سبحان الله، ذيك ثقافة النبي صلى الله عليه وسلم. والآن أصبحنا نتتبع عورات الناس، أصبحنا همنا الوحيد الفيديوهات. وتخيلوا المشكلة أنه الواقع الجزائري تشوفوا فيديو مثلا ساذج مثل هذه الفيديوهات التي منشورة الآن في هذه المواقع الإلكترونية، ينشروها ويزيدوا عليها، وكأنما إنسان يزيد هذه الحاجة يزيد الطين بلة. نسأل الله عز وجل الهداية في الدنيا والأخرى الباقية. هذه مواضيع بسيطة يا جماعة نعرضها عليكم في رمضان. من أجل ماذا؟ لأنه طيلة العام الإنسان ربما لا يطلع على هذه المواضيع، ولكن في شهر رمضان، شهر القرآن، لابد أن الإنسان يعرف بتعاليم الدين، يعرف بهذه الأشياء الموجودة الآن في الواقع الجزائري، الأشياء الساذجة. اهتموا بالأشياء التي تهمكم وتهم دينكم إخواننا الجزائريين. ففي الأخير ندعو لكم الله عز وجل التوفيق والسداد في الدارين الدنيا والأخرى الباقية. حقق الله أمانيكم وغفر ذنوبكم وكفر عنكم سيئاتكم، إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك أن تأخذ بأيدينا إلى جنات عرضها السماوات والأرض. هذا برنامج رمضان والناس وحلقتنا لنهار اليوم الرأفة بالحيوان، حكيناكم بعض القصص البسيطة وبعض النصائح. نسأل الله عز وجل أنكم استفدتم منها. اللهم صل وسلم على سيد الأولين والآخرين، إنك أنت الجواد الكريم. تقبل الله صلاتكم وصيامكم وقيامكم وصح أفطركم يا جماعة الخير. قدم لكم هذا البرنامج برعاية رامي.